اليوم رجعنا لكم ب فيديو جديد ودرس جديد، وبتمنى من جميع الاصدقاء وضع لايك ويعملوا اشتراك على القناه لحتى يوصلكم كل شيء جديد، وشكرا للجميع. ورح نبدا الدرس. مرحبا رفقاتي، طبعا اليوم رجعنا لكم بدرس جديد. طبعا بعتذر من الجميع انه تاخرت شوي بدرسي، شوي كنت مشغول. احنا طبعا اليوم بدنا نكفي من الجزء الثاني من مقدمه انت عمري للسيد ام كلثوم. كيف الطريقه اللي نشتغل؟ طبعا هي على السكيل او على مقام الكورد كامله كمقدمه. اشتغلنا احنا طبعا هذيك المره اللي هي البدايه تبعها، هاي طبعا كلها اشتغلناها، بس هلا احنا كيف احنا هون. هلا احنا لا بدنا نشتغل مثلا اللي هو الجزء الثاني اللي هو، طب انا هلا شو عم بعمل؟ احنا بدنا نقسمها هلا اجزاء. عم باخذ الوتر الرابع، احنا زي ما حكينا العد هو من تحت لفوق، الوتر الرابع 1 2 3 4، على الخانه الخامسه، على الخانه الخامسه بضرب فيها بالريشه، حطيت بعدين بضلني مسبته لاصبعي، بعدين حطيت، يعني ضربه، عفوا هاي اول شيء، يعني اول شيء بضرب ضربه واحده هون على الخانه الخامسه، وبعدين بالاصبع الاول، وبعدين بحط اصبعي الثالث على الخانه السابعه، يعني صار هيك. على السمع دكتور، انتو كتير على السمع. هلا شو بنتقل؟ بنتقل بحط على الوتر الثاني الخان السادسة اصبع الثاني، بعدين على الوتر الثاني، يعني الوتر الثاني الخان السادسة، بعدين الوتر الثالث بالاصبع الثالث الخانة السابعة، بعدين برد برجع بالاصبع الاول على الوتر الثاني الخانة الخامسة، بعدين بحط الوتر الثالث الرابع عفوا على الخانة الخامسة بالاصبع الاول، يعني صار، بعدين الخانة الوتر الرابع الخانة الثامنة بالاصبع الصغير، بالاصبع الصغير بالرابع، بعدين برجع باصبعي الثالث على هاي العلامة كمان بالوتر الرابع الخانة السابعة، يعني صارت عندي اول شيء، يعني اول شيء حطيت اصبعي هون، بعدين الخانة الخامسة، بعدين على الخانة السابعة، يعني بعدين زي ما حكينا الوتر الثاني اللي هو الخانة السادسة، بعدين الوتر الثالث اللي هو الخانة السابعة بالاصبع الثالث، بعدين الوتر الثاني الاصبع الاول، بعدين الوتر الثالث الاصبع الاول بالخانة كمان الخامسة، يعني هون خامسة وهون خامسة، بعدين الوتر الرابع اللي هو الاصبع عندي الصغير الرابع، بعدين الوتر الرابع كذلك الامر الخانة السابعة، يعني الخانة الثامنة بالاصبع الرابع، بعدين الخانة السابعة بالاصبع الثالث، صارت عندنا هيك اول شيء. طبعا بدك تعتمدوا على سمعكم مشان ضبط الوزن، انه نتاكد انه يكون شغلنا صح. ضربة مو مطلوب منكم،
مطلوب منكم رش، مطلوب منكم. هاي طبعا مرتين بنعملها. طيب هلا احنا بناخذ المقطع اللي بعده، الجزء الثاني من هذا القسم اللي هو اللي حكيناه. هلا بدنا نبلش بالسولو اللي هو كيف عملته؟ عملته حطيت على الوتر الثاني الاصبع الاول على الوتر الثاني الخانة الخامسة، بعدين بالاصبع الثاني على الوتر الثاني نفسه بلزقه الخانة السادسة، يعني ضربت ضربة هون، بعدين ضربت ضربتين، بعدين رجعت. يعني اول شيء طبعا انا اسف لانه بدي اوضح لكم الفكره، يعني احنا بنثبت اصابعنا، يعني هاي بدها شوي فتره طويله لحتى تصيروا تثبتوا اصابعكم، يعني هيك. بس بهدلون هاي العلامه وهاي العلامه بالوتر الثاني، تا تا تا. هاي مرتين صارت العلامه الثانيه، مرتين كمان رجعت على العلامه على الخانه الخامسه أو ثلاث مرات، يعني هيك لازم تصير. هاي أول شغلة بطلع الوتر اللي فوقه ديريكت اللي هو الثالث، بحط إصبعتي على الخانة السابعة، بصير شغلان، يعني على الخانة السابعة الوتر الثالث بالإصبع الثالث، بعدين بضرب والرديت رجعت على الخانة الخامسة الوتر الثاني الخانة الخامسة بالإصبع الأول، رديت رجعت على الوتر الثاني، يعني هو هيك هون اشتغلت نزل بعض، يعني رديت طلعت هون. هلا هون نفس الشيء، يعني عندي الخانة هون السابعة بالوتر الثالث اللي هو الأصبع الثالث، رديت الضربة بعدين رجعت نفس الضربات الأولانية على الوتر الثاني اللي هي الخانة الخامسة مرتين، بعدين رجعت على الوتر الثالث مرة ثانية نفسه، رديت رجعت على الخانة الخامسة الوتر، يعني هيك صار. الثالثة بتيجي تمام، هاد الوتر الثالث الاصبع الاول الخانة الخامسة، ضربت عليه الوتر الثالث الخانة الخامسة بالاصبع الاول، وبدي اشتغل هلا كمان الوتر الثالث الخانه السابعه بالاصبع الثالث، يعني هاد مو هاي هاي، يعني ضربت ضربه عليه بعدين نقلت اصبع لهون مرتين، طبعا الخانه الخامسه وصلت له هون الاصبع الاول، بعدين حطيت الاصبع الثالث بالوتر الثالث بعدني على الخانه السابعه، يعني الخانه الخامسه الاصبع الاول الوتر الثالث الخانه السابعه على الوتر كمان الثالث، ولكن الاصبع الثالث، يعني صار. بعدين رجعت نفس العلامه له على الخانه الخامسه اللي بالاصبع الاول الوتر الثالث، بعدين نزلت ديركت باصبع الاولاني للوتر اللي تحته، الوتر اللي تحته ديركت اللي هو الثاني كمان الخانه الخامسه، شفتوا الوقفة؟ هلا برد بطلع الوتر الثالث الخانة الخامسة الخانة السابعة، يعني صارت هيك. أنا وقفت هون، رديت رجعت على الوتر،
يعني هلا هيك صارت عندي من هون. هاي كيف عملتها؟ الخانة السابعة على الوتر الثالث بالاصبع الثالث، بعدين رجعت ضربت ضربة، بعدين رجعت على الوتر الثاني الخانة الخامسة بالاصبع الاول، يعني صار شفتوا ضربت بالوتر الثالث الخانة السابعة، بعدين رديت رجعت للي فوقه اللي هو الوتر الثالث الخانة الخامسة بالاصبع الاول، يعني صارت هيك. احنا وصلنا لهون وهون وصلنا عفوا مو وصلت لهون، رديت رجعت على الوتر الثاني الخانة الخامسة، بعدين طلعت لفوقه ديركت كيف قبل شوي قلت لكم من هون لهون بتنقلوا لتحت تاني، هلا بدي من تحت لفوق، يعني هلا نزلت لهون كنت فوق، نزلت على الوتر الثاني ورجعت على الوتر الثالث الخانة السابعة، بعدين رديت رجعت على الوتر الثاني الخانة الخامسة، بعدين طلعت فوق على الوتر الثالث الخانة الخامسة كمان، بعدين طلعت على الوتر الرابع الخانة الثامنة بالأصبع هذا الصغير، بعدين رجعت بالأصبع الثالث بنفس الوتر الرابع على الخانة السابعة، يعني صارت عنا هيك. يعني صار عنا هيك. هاي أول واحدة. مرة تانية. هاي أربع مرات تنعاد. هلا هون بلشت. هاي أول شيء. هلا اللي بعده. أوكي. المقطع اللي بعده هلا. طب هلا كيف عملتها؟ ثبتت اصبعي الاولاني على الخانة الخامسة بالوتر الثاني، ضربت عليه، بعدين حطيت على الخانة الثامنة اصبعي الصغير بالوتر الثاني، بعدين الاصبع الثالث، كل شغلة على الوتر هذا الثاني يعني. عملتها الخانة الخامسة الوتر الثاني، ثبت اصبعي، حطيت بعدين اصبع الخانة الثامنة بالوتر الثاني، بعدين حطيت اصبعي الثالث على الخانة السابعة بالوتر الثاني كمان، بعدين حطيت اصبعي هون اللي فوق ديركت، يعني الوتر الثالث الخانة السابعة، شفتوا وين نقلت اصبعي؟ مو وصلت هون، رفعت رفع لفوق الوتر اللي فوق ديري، يعني صارت. بعدين بحط اصبعتي على الخانة السادسة الاصبع الثاني، يعني السادسة بالوتر الثاني، بعدين الاول بالخانة الخامسة، يعني صارت هيك. هلا عندي هون اللي بعده. طب هاي انا كيف اعمل؟ كيف عملتها؟ الوتر الثالث الخامس السابعة بالاصبع الثالث، بعدين نزلت على الخانة الثامنة بالوتر الثاني هذا هو تحت، يعني صار
شفتوا هاي الخانة الثانية، بعدين حطيت بنفس الوتر الثاني حطيت اصبعي الثالث بلزقة ديركت، يعني هاي هي هاي حطيتها بلزقة بالوتر، يعني صارت. بعدين رجعت، كيف رجعت؟ هاي اول شغلة اعطيتكم اياها هلا هون، رديت رجعت على الوتر الثالث الخانة الخامسة الخانة السابعة اول واحدة عملتها، هلا رديت رجعت على الخانة السابعة بالاصبع الثالث الوتر الثالث، بعدين رديت رجعت على الوتر الثاني الخانة السادسة، بعدين الوتر الثاني الخانة الخامسة، يعني صارت هيك. هاي اول واحدة خلصين منها، هلا الجديدة يعني رديت رجعت الاصبع، هلا كيف عملتها هاي؟ هاي عملتها الوتر الثاني الخانة الخامسة، الوتر الثاني الخانة السادسة، بعدين الوتر الثاني الخانة الثامنة، بعدين الوتر الأول الخانة الخامسة، يعني صار بعدين كمان الوتر الأول، الوتر الأول بعدين هاي كيف عملت الوتر الأول عن الخانة السادسة، بعدين رجعت على الوتر الأول الخانة الخامسة، بعدين على الوتر الثاني الخانة الثامنة، بعدين على الوتر الأول الخانة الخامسة، يعني صارت. هاي أول واحدة، الثانية نفسها، وقفت هون أنا على العلامة على الوتر الأول الخانة الخامسة، صار هاي الثانية، مو وقفت هون، بروح على الخانة بالوتر الأول الخانة، إذا قلت أنا هاي الثامنة، يعني هاي الثام عفوا الثامنة العاشرة، هلا مو وقفت هون على الوتر الأولاني الخانة الخامسة، يعني نزلت أول شيء الثانية، وقفت أنا هون على الوتر الأول الخانة الخامسة، ورحت بأصبعي بالثالث على العاشرة الخانة العاشرة بالوتر الأول، بعدين رجعت على الخانة السادسة بالوتر الأول كذلك الأمر، بعدين على الخانة الثامنة بالوتر الأول، بعدين رديت رجعت على الخانة السادسة بالوتر الأول، يعني صارت عندي هاي أول واحدة، مو وقفت هون، رحت على عاشرة كله هذا بالوتر الأول، هلا تحتاني، بعدين رجعت على السادسة، بعدين رجعت على الثامنة، بعدين رجعت على السادسة، يعني صار. طبعا احنا هلا خلصنا هاي، فيكم تعملوا بس بكير عليكم الأكوردات، أنا هيك بعمله، اللي هو اللي اللي متقدم شوي فيه يعمل، اللي هو قلنا احنا لا ميجور، يعني في ياخذ اللا ميجور. طب انا اذا صعب عليكم لانه صعب تحط الكابو مثلا، فيك تحط اصبعك الاولاني على الوترين هدنون بالخانة الخامسة، بعدين الاصبع الثاني بالوتر الثالث على الخانة السادسة، بعدين بحط اصابعي هدنون الوتر الرابع الاصبع الرابع الثالث بحطه على الوتر اللي قبل الاخير من فوق اللي هو الخامس،
وهذا الاصبع تحته ديركت على البتر الرابع، يعني بصير هيك معلي هيك هيك اسهلكم يمكن. وهذا بثبته باخذ هذا الوتر الاولاني، يعني بصير يعني طبعا هاي للمتوسطين، يعني ما في ان انا اعطي المبتدئ يجي يشتغله مثلا. صرت هلا على سي بيمول ماجور، يعني مثل هذا لا ماجور دريك نفسه، بس بدل من هون الخامسة قربت لهون نفسه. طيب هلا انا خلص من هون، هلا برد برجع. هلا شيء ثاني صار، طبعا انا كيف عملتها، هلا بعيد هاي الحركة اللي هي يعني هاي عملتها الحركة اللي هي الوتر الأول، الوتر الأولان الخامس السادسة مو وصلت هون السادسة، بعدين الوتر الأولان الخامسة، بعدين الوتر الثاني الخانة الثامنة، بعدين رديت رجعت على الخانة الوتر الأولان الخانة الخامسة، بعدين الوتر الثاني الخانة الخامسة كمان، يعني صارت هاي أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، مو برد برجع لهون على الهاي، يعني أول مرة آخر مرة الخانة السادسة، شو عملت؟ الخانة السادسة الوتر الأولاني، الخانة الخامسة الوتر الأولاني، الخانة الثامنة الوتر الثاني، الخانة الخانة السابعة الوتر الثاني كمان، يعني صارت يعني شو عملت؟ نفسها السادسة الوتر الوتر الأولاني على السادسة، الوتر الأولاني على الخامسة الخانة الخامسة، الوتر الثاني على الخانة الثامنة، الوتر الثاني على الخانة قلت الوتر الأولاني الخامسة سادسة، الوتر الأولاني الخامسة، الوتر الثاني اللي هو الثامنة، الوتر الثاني اللي هو السابعة، رديت رجعت بالوتر الثاني الخانة الثامنة، رديت رجعت على الوتر الأولاني الخانة الخامسة، يعني صار هاي أول واحدة، وصلت لهون على الخانة الخامسة بالوتر الأولاني، رحت على الخانة العاشرة، يعني مو وصلت الخانة الخامسة بس حبصت على الخانة بالوتر الأولاني على الخانة العاشرة، صرت عند العاشرة. هلأ رحت الأصبع، مو صرت عند العاشرة بالأصبع الأول، حطيت أصبعي الثالث على 12 بعدين رجعت 8 كله بالوتر الأولاني بعدني، يعني هاي العاشرة بعدين طلعت 12 8 بعدين 10 6 يعني شو عملت؟ بعدين 10 6 بعدين 8 5 يعني 10 وقفت هون، صارت 12 8 بالوتر الأولاني، 10 6 بعدين 8 5
هلا بعدين ستة بالوتر الأولاني وبحط إصبعتي على الخانة الثامنة الوتر الثاني. يعني صارت بعدين الوتر الأولاني خمسة الوتر الثاني ستة. يعني هيك لازم تصير. وقفت هون على الوتر الثاني اللي هي الخانة السادسة ورديت رجعت من البداية. هلا ما بروح بعمل هلا ما بعمل هيك. هلا بدي أقفلها. كيف بدي أقفلها؟ شو عمل الخانة الثالثة بالوتر الثالث الخانة الخامسة الوتر الرابع الخانة الثامنة بعدين الوتر الثالث الخانة الثامنة السابعة بعدين الوتر الرابع الخانة السابعة. يعني صارت هيك عندنا. طبعا هاي خامسة الوتر الثالث الثامنة الوتر الرابع السابعة الوتر الثالث السابعة الوتر الرابع. بنكون خلصناها. بتكون يعني طبعا هاي كليات حتى هاي السكيلات بالنسبة للأربجات هاي بإذن الله كمان راح تاخدوها. احنا طبعا اليوم نكون خلصنا درسنا. طبعا هو المفروض يعني احنا نعطيكم اياهم بشكل عام مو كخانات لانه انا بعتبره يمكن طريقة غلط بالتعليم. المشكلة احنا انه في اغلب اللي عم بيدرسوا او عم بتعلم ممكن يمشي على المنهاج الايطالي او الفرنسي اللي هو دورمي فاصولا سيدو، ولكن في ناس لا ما بتقول لك لا انا بدي الاي بي سي دي. طب ما هي مشكلة، يعني انا محتار بين الاثنين. طبعا احنا اليوم نكون خلصناها للمعزوفة وبتمنى السلام للجميع وبتمنى انه من الافضل للافضل. وباعتقادي انه الدرس المقبل ناخد السكيل اللي هو مقام الكورد، لانه لو ماخدين انتو السكيل السلم بتاع مقام الكورد السكة تبعه ما بتتلبكوا هاي اللبكة انه اوكي انا اعرف اي، لانه خلص انا بعرف انه هذا الوتر بدي يجي عندي فيه هون ويهون وهون 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 وهون. كل شيء علاماته مبينة يعني معروفة، يعني ما راح اتعدى هاي العلامات. وبتمنى من الجميع وضع لايك والاشتراك بالقناة مشان يصلكوا كل شيء جديد، ومنشوفكم على خير.